يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، وهذا من المشاهد التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة والتي سوف تكون يوم القيامة. فالله عز وجل قال: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه الآيات تكلم الله عز وجل عن هؤلاء الذين عبدوا غير الله عز وجل في الدنيا وماتوا على ذلك وكانوا يتشبثون بآلهة باطلة زعموا أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى وأنها هي الواسطة بينهم وبين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. نادوهم، ما في الدنيا كنت بتنادي وبتقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، فربنا قال لهم نادوهم وهم من ضلالهم ومن جهلهم ومن يعني انحرافهم بنادوهم في النار بنادوهم. ربنا قال: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، والزعم هو مجرد الظن الكاذب ما حق ولا يستحق أن يدعوا مع الله تبارك وتعالى. فربنا بيقول لهم نادوهم نادوهم كان يستجيب لكم، والله في الدنيا قال لك ما بيستجيب، لكن بعض الناس ما بيقتنع ولا يريد أن يقتنع أصلا. الآيات ما بتقنعه، الأحاديث ما بتقنعه التي جاءت في النهي عن دعاء غير الله تبارك وتعالى، ما بيقتنع أبدا. تقول له الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقول لك لا، شيخ الحظيرة قال إنا بخب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. تقول له ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد ولا ما عباد؟ الليلة البنادون كلهم من دون الله تبارك وتعالى في السودان، يعني عندنا هنا في بلدنا السودان صابقية ورجال العيلفون وطيب مرحي وعارف ليك السمان وبهناك أبو قرون وغيره من الأنداد والمعبودات، الجماعة بينادون في الدنيا ومعتقدين فيهم إنه بيدفعوا وبيسمعوا وبيلحقوا وبيكشفوا الضر وينفسوا الكرب، وهذا ضلال مبين. الله قال اليوم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم. العلماء قالوا هذا للزجر والتقريع، ناديوا ناديوا، نادي أبوك الشيخ الكبير الميت والحي. الله قال لك عبد زيك يأكل ويشرب ويخش الحمام، عشان كده ربنا قال في آية تانية، ربنا قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. أي ناس عندهم زعيم مفتخرين به، التجانية مفتخرين بالتجاني، وواحد جايبينه في الفيديو قال له يا أبونا التجاني نحن جيناك وحقق لنا مطالبنا تحقيق مؤكد واضمننا بضمانتك ودخلنا لحد ما سلمنا لجدك الرسول في الجنة، وكذب ساج. والسمانية مفتخرين بالسماني، والبرهانية مفتخرين بالبرهاني،
عشان كذا ربنا قال ليكونوا لهم عزة. هنا في الدنيا داروا عز وتلقاه شايف شيخه ده زيه ما في، لكن ربنا قال كلا سيكفرون بعبادتهم أي بدعائهم وصرف العبادات لهم يوم القيامة يكفروا به. يقول له أنا ما قلت لك ناديني ولا قلت له لا قلت لك اعبدني. ربنا قال ويوم يحشرهم وما يعبدون فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ربنا يسألهم فما يستطيع أن يجيبوا، عشان كده ربنا قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا كراهية وبغض. يوم القيامة بتتقطع وسائل وسائل المحبة اللي كانت في الدنيا، في الدنيا أبونا فلان وشيخنا فلان، البحر الشامل والمحيط الكامل وصابقية وأبطول عن حديد وما عارف لك السريع بالحيل، كل هذه ألقاب يوم القيامة بتنقلب لعداوة وبغضاء ومشاكل، ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل. عشان كده الزول ينجض عقيدته من الدنيا، ينجضها ما يخليها في مخلوق أبدا. ربنا قال في القرآن، ربنا يقول عن هؤلاء، ربنا قال وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا ديل الدراويش التحيد، فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، عشان نتبرأ منهم زي ما يتبرأوا منا يوم القيامة. وانت الفرصة عندك، وزي ما بيقولوا الكورة في ملعبك اتبرأ منه وخذته تحت كراعك قبل ما تجي يوم القيامة تقول لي يا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، هم ما شركاء لله عز وجل، لكن ديال اعتقدوا فيهم انهم بدوا الذريه وانهم بيعلموا الغيب وانهم بيتصرفوا في الكون وانهم يجيبوا الرائحه وينزلوا المطر، وكل هذه العقائد الفاسده يعتقدها اهل التصوف في شيوخهم. ربنا قال لك ما بيستجيب بعد ثاني دار تناديه، ولو كوركت ما بيسمعك. ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ربنا قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم اي بدعائكم لهم وبصرف العبادة لهم يكفر بها. عشان كده ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا قال فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. لما شافوا النار وشافوا الهلاك خلاص بعدما عرفوا الشغلانية جد، والآلهة والزعماء والسادة والشيوخ والأولياء اللي كانوا خاتنهم في الدنيا ما نفعهم بشيء، ما نفعهم بشيء. عشان كده بيتبرأوا من الأتباع، بيتبرأوا من السادة، والسادة بيتبرأوا من الأتباع، ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. عشان كده نحن دارين للمسلمين ودارين للناس إنه عشان ما يتورطوا وعشان ما يقعوا في حبائل هؤلاء وفي يعني طرق هؤلاء الباطلة حتى لا يندموا يوم القيامة. فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ما في محل ثاني. المشرك محل جهنم بس، ما عنده أي محل ثاني. ربنا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على المشرك الذي يعتقد في غير الله، الذي يدعو غير الله، والذي يطوف بغير بيت الله، والذي يستغيث بغير الله، والذي يستعين بغير الله، والذي يذبح لغير الله،
والذي يصرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. جنة عليه حرام، ده الله قال كده. عشان كده الناس، كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله ما بيرضى الكلام في هذه المواضيع أو في العقيدة والتوحيد بالذات، لأنه قلبه مرضان بهؤلاء الطواغيت وبهؤلاء الأنداد الذين اتخذهم واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وده نفسي شغل المشركين الزمان، كانوا يعبدوا اللات والعزى ومنات، وحجتهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. خاتيوا بينه بأن الله واسطة، والله ما دار واسطة في العبادة. دار تدعو، أدعو الله مباشرة. دار تنادي، نادي الله مباشرة. دار تستغيث، استغيث بالله عز وجل مباشرة. دار تستعين، استعين بالله عز وجل مباشرة. يتوكل على الله عز وجل، ما تتوكل على تميمة ولا حجاب ولا كمون ولا غيره من هذه الأشياء. ربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. القرآن ده فيه أمثال كثيرة جدا في العقيدة وفي التوحيد وفي كل شيء. ربنا قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بجادل بالباطل وبجادل بالكذب وبجادل لكي يدافع عن هؤلاء الأنداد بالتزوير وبالكذب وبالخداع وبالشبه الباطلة التي هي أوهى من بيت العنكبوت. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. الآيات ما جاءت التي تنهى عن دعاء الأموات، الآيات التي تنهى عن الذبح لغير الله، الآيات التي تأمر بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، كلها جاءت واضحة. لكن بعض الناس كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي سورة الكهف نفسها قال الله عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. عشان كده ربنا قال في القرآن، قال لك ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. الهدى في القرآن، الهدى في السنة، الهدى ما في المدايح، الهدى ما في القصائد، الهدى ما في الأشعار، الهدى ما في الطرق، الهدى ما في الأحزاب، الهدى ما في هذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، وإنما الهدى في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلى نهاية الآيات. القرآن، الهدى في القرآن، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة ده سبب النجاة وسبب الفلاح وسبب الفوز في الدنيا والآخرة. لكن الزول يوم ما فرط في دين مسك له طريقة صوفية ولا مسك له جماعة حزبية ولا مسك له حزب منحرف، بعدين يوم القيامة بتكثر الحسرات وتكثر الندامة والحسرة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان كده ربنا بيّن لنا في القرآن والسنة التوحيد والعقيدة وكل الذي يصلح حياة الناس بيّنه الله عز وجل وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. فالسنة، القرآن والسنة فيها الكفاية وفيها الشفاء وفيها الهداية. فما علينا يا عباد الله إلا أن نلتزم بكتاب الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء. تطبق الدين في حياتك، تطبق الدين في حياتك اليومية والعملية، تطبق الدين في أولادك، في زوجتك، في من تعرف، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، تطبق الدين. عشان كده ربنا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هؤلاء الكفار وأهل البدع وأهل الضلال يجادلون بالباطل لكي يدحضوا به الحق، ولكن هيهات هيهات. فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وإن الحق منصور، والحق هو الذي سوف يظهر، ودعوة الحق ودعوة التوحيد هي التي تظهر على جميع الدعوات. والله كل الدعوات دي فارغة، دعوات أهل الطرق ودعوات أهل الأحزاب ودعوات أهل الجماعات المنحرفة دي كلها باطلة وزائلة، ولا قرار لها ولا استقرار لها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور، شفت في الزبور، ربنا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ها دل دل ما دل وما شيوخ الطرق الصالحين، ما هم شيوخ الطرق الصوفية، لأنه ما في صالح بيقول للناس نادوني، ما في صالح بيقول للناس إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيامر غني آتيك بسرعة، ما في صالح. الصالح الذي يقول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ده الصالح. لكن ده بيقول، قال لك: السادة السادة أنا عبدا لكم نادى، ده هو براو. وفي قصيدة ثانية قال: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا وما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. قال: فأنتم عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله وكلكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ده صالح، ده يا زلمة مشرك كبير، ده مشرك كبير. والحلاج الحلاج الحلاج شيخ 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 الزريبة قال في كتابه كتابه ديوان الحلاج، قال: على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحاء أرجو ولا المدينة. ده شيخه شيخ الحلاج الذي ادعى الألوهية والذي ادعى أنه هو الله، ده قال: يا من أنا هو وهو أنا. وده يقول لك ده الصالحين، يا ذا الصالحين شنو؟ ده المجرمين، والله ده المجرمين. عشان كده ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن يوم القيامة قال عن هؤلاء، ربنا قال: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالصالح هو الذي يأمر الناس، الذي يأمر الناس بالتوحيد. الصالح هو الذي يأمر الناس بأن يلتزموا بالكتاب والسنة. الصالح هو الذي يطبق الأحكام الشرعية في نفسه. لكن الليلة دل كلهم الشيوخ الكبار الطواغيت دل، إن مشيت المسجد تلقاه ما بصلي مع الناس في جماعة، إن مشيت المسجد تلقاه يكتب البخرات، يكتب الحجبات، يكتب هذه الأمور والطلاسم والشركيات، ويقول لك ده صالح. يا ده صالح بتاع شنو؟ قال: ديل الأولياء، ديل أولياء للشياطين، فعلا ديل أولياء للشياطين. أما أولياء الرحمن عندهم صفتين، إذا توفر في أي زول يكون صالح، وولي نحسبه ولا نزكي على الله، التقوى والإيمان، التقوى والإيمان. فكل من كان مؤمن تقي فهو لله ولي. الولي ما من شرطه يكون عنده نوبة، والولي ما من شرطه يكون عنده رايات وبيانات، الولي ما من شرطه يكون عنده مسجد كبير لام فيه الناس، الولي ما من شرطه إلا تظهر له خوارق عادات، ما من شرط الولي. الولاية عندها شرطين: التقوى والإيمان. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. أما الليلة ديل قالوا أولياء، ديل بيقولوا للجماعة أتباعه، وبيقولوا للمريدين: إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيامر غني آتيك بسرعة. وده بيقول
يقول يا شبلينا ويا عركينا اتلفتوا علينا ويا طرطوس بالنور جلينا. ده بتاع الشكانيبه. واما بتاع بتاع الزريبه بيقول في قصيدته المعروفه المشهوره بيقول ندعوك يا الله بجميع عباد الله. وداك بتاع الطريق الركانيه بيقول نادر كاريك كالبرق رمش للغرقان عامل له ونش. ده الاولياء. في ولي بيقول للجماعه نادوني وخلوا الله والنبي عليه الصلاه والسلام. سيد الاولياء يقول لابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. ديال الاولياء جد. لكن تقول لي ديال يا زول فتنوا الامه بالاشعار وبالمدايح وبالقصايد التي سطروا فيها الشرك بالله تبارك وتعالى. عشان كده الليله معظم اتباع الطرق هذه الطرق الصوفيه الان ما يقبلوا تخاطب القران يتضايق، تخاطب بالسنه يتضايق، تجيب له ايه التوحيد بيتضايق. ليه؟ لانه قلبه مرضان. قلبه مرضان بالشيوخ ومرضان بالطواغيت الذين يعتقد فيهم انهم ينفعون او يدفعون عنه الضر، وهذا من الضلال المبين. عشان كده ربنا قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. الايات كتبوها عملوها بخرات، الايات كتبوها بالنجاسات، الايات عملوها حجبات وبخرات، الايات كتبوها بيدم الحيط، الايات كتبوها معكوسه، الايات القرانيه، انا بقصد الايات القرانيه، هؤلاء اذا نسوها وهؤلاء نكسوها عباده للشيطان وقربه الى الشيطان. فلا تنخدع يا عبد الله، اوعى تتخدع بشيخ يقول لك عنده خدام او روحانيين. انا ما بكتب حجاب بتاع رزق او حجاب بتاع زواج او حجاب بتاع عارض او حجاب بتاع سلاح او بتاع سكين. كل هؤلاء دجالين ومشعوذين يرادوا ان وقعوا في الشرك ووقعوا في عبادة الشيطان، وارادوا ان يوقع المسلمين معهم في عبادة الشيطان. والله تبارك وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالحذر الحذر يا أيها المسلم ويا أيها المسلمة ويا أيها الشعب السوداني. كفاية كفاية هؤلاء الناس لعبوا على عقول الناس وأخذوا أموالهم بالباطل ووقعوا في أعراض الخلق. عشان كده الناس تكون واعية وتكون حريصة ما تتغشى وما تنخدع بهذه الشعارات وبهذه اللافتات، فإنها تدعو إلى الضلال المبين وإلى الانحراف البين، فالناس تكون على بينة من أمرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقدم الشيخ أبو بكر فليتفضل مجزيا مأجورا. السلام عليكم.